مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول طه عوده الكاتب والاعلامي الفلسطيني. اهلا بك سيد طه. بدايه، رغم الحديث عن هدنه طويله الامد، الاحتلال الصهيوني شن سلسله غارات عنيفه راح ضحيتها العشرات، كيف تقرا هذا التصعيد؟ نعم، مساء الخير لك والساده المشاهدين. دون شك اعتقد الان الاحتلال الاسرائيلي هي ليست جديده، خاصه على قطاع غزه من خلال هجماتها وعملياتها التدميرية. هي بدأت منذ سنوات، حرب غزة هي أكبر شاهد 2008-2014 وحتى هذه اللحظة. ولكن في اللافت في هذه الهجمات الأخيرة، خاصة هي جاءت بعد أيام قليلة من المباحثات التي جرت بين حركة حماس وبين القيادة المصرية، أعتقد هي رسالة واضحة من قبل المحتل الإسرائيلي لتشويش على هذه المباحثات، خاصة بأن هناك أنباء كانت تقول يعني بأنه يمكن التوصل إلى يعني اتفاق ينهي الانقسام، أيضا إيجاد حل للمشكلة المتواصلة في قطاع غزة والحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006. هذا الرسالة الأولى. الرسالة الأخرى، كان يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يؤكد، وخاصة في ظل المباحثات التي جرت ما بين حماس وبين القيادة المصرية، بأن هو المحتل هو اليد العليا له في أي مباحثات تجرى حتى لو كان بعيدا عن تلك المباحثات. سيد طه، إذا سمحت لي، الآن نتابع هدنة أعلنت من قبل الفصائل الفلسطينية، وهدنة هي من جانب واحد. ما هي الرسائل التي يمكن أن ترسلها المقاومة الفلسطينية للاحتلال، وماذا يعني أن تكون الهدنة من جانب واحد؟ يعني من دون شك يعني كما ذكرت لك في بداية حديثي، يعني الاحتلال هو ليس هذه المرة اللي يقوم بالهجوم على قطاع غزة. القطاع هو مستهدف منذ فترة طويلة، واعتقد يعني ان المقاومة وخاصة هذه الهدنة هي رسالة ايضا للمحتل بانه هو لن يتنازل او لا توجد اي تنازلات ولن يخضع لكل الابتزازات الإسرائيلية، خاصة في ظل الأجواء التي جرت في الفترة الأخيرة وتوحشت الفصائل حول موقف واحد على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع. الوفد الموجود الآن في القاهرة، إلى أي مدى تعتقد أن هناك نجاح للمفاوضات، وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على أداء المقاومة الحالي؟ يعني أعتقد أن الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة منذ فترة طويلة كانت هناك مباحثات تجري في مصر، وأعتقد اليوم التفجير الذي حصل في المركز الثقافي في قطاع غزة والذي هو يحوي عدد كبير من الجالية المصرية هو رسالة واضحة لنسف كل المباحثات والمفاوضات إن كانت للفلسطينيين وحتى للدور المصري، خاصة في إيجاد أرضية لاتفاق ينهي الانقسام في القطاع. أعتقد حتى هذه اللحظة كنا قبل أيام نتحدث عن هناك بصيص أمل لإيجاد حل، ولكن ما قامت به الآلة التدمير الإسرائيلية في الساعات الأخيرة ومنذ الآن أعتقد هي للتشويش على كافة الإجراءات أو المباحثات التي تجري على كافة الأصعدة، وخاصة ما يقوم به المصريين للوضع أو لإنهاء الوضع المتأزم في القطاع. طيب، ما دور المجتمع الدولي، وإذا يمكن تعديل هذه الجملة، ما هو دور الولايات المتحدة باعتباركم تصفون القرار الأمريكي هو القرار السائد حتى على المجتمع الدولي، ما دورهم في استمرار الحصار على قطاع غزة، وهل من حل قريب أو تهدئة، وإن كان هناك كيف ستكون ملامح هذه الهدنة أو التهدئة؟ يعني أعتقد أن الدور الأمريكي هو يختلف تماما عما كان عنه في قبل سنوات. نعم، كان هناك وصلت وفود من قبل الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة، ولكن هي دائما تقف بجانب المحتل، وخاصة الزيارات التي قام بها ظهر الرئيس ترامب قبل فترة، وكل هذه يعني المباحثات التي قامت بها هي لم تصب في مصلحة الفلسطينيين، وخاصة بعد القرار في مايو الماضي، قرار الرئيس ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. كل هذه
الامور، وخاصه فيما يتعلق بالثوره الامريكيه، هو كان بعيد جدا كل البعد عن مصلحه الشعب الفلسطيني وايضا المجتمع الدولي. يعني هذا حقيقه هي تعتبر يعني وسط طار في جبين المجتمع الدولي وخاصه الامم المتحده التي هي ترى على مسمع ومرى العالم ما يحدث الان في القطاع، وايضا ليس في هذه اللحظات او بالامس، ولكن منذ سنوات طويله حصار شديد على القطاع، وعلى الرغم من النداءات والمطالب لكن لا حد يسمع ويستجيب للمطالب. وضحت الفكره في قطاع غزه. شكرا جزيلا سيد طه عوده، الكاتب والاعلامي والفلسطيني، كنت معنا من اسطنبول.